هاديه صارت موجوده معنا باستوديو اخبار جديده عن الموضه والديفيلي ايضا جديد مع هاديه. صباح الخير. صباح الخير هدى وصباح الخير لكل مشاهدينا. ببداية الحلقة قبل ما نحكي شو في عنا بالحلقة لليوم، بحب أذكر مشاهدينا اليوم آخر نهار لكل الأشخاص يلي حابين يلتحقوا بتصميم الأزياء مع كرييتيف سبيس. هاي المسابقة يلي صلنا من نص شهر ديسمبر، كانون الثاني عم كانون الأول كانون الأول إيه. بكره عندكم لبكره يعني اخر نهار، بس لليوم لخبرهم عنا للكومبيتيشن. نرجع بنذكرهم بشروط المسابقه. مضبوط، بنذكرهم بالشروط. اول شيء رح يبين الايميل على الشجي اللي هو على الموضه الفيوتشر على الموضه. خلاص على الموضه هلا بشوفوا لك معلش مبين على الشاشه. مثل ما مكتوب على الشاشه بتكتبوه بتبعتوه لحتى يوصلنا. اول شيء لازم تكتبوا الاسم والعمر والمستوى العلمي اللي متواصلينه، بالاضافه قديش بتحبوا تصميم الازياء، وبالاضافه لبعض الرسومات من الاشياء اللي بتعملوها. حتى اذا بتفتكروا حالكم انه منكم مثل المصممين العالميين وهيك، كل هالشيء بده ببين اوقات بدرب دراسه وكل ما في ولا حدا من الاشخاص اللي بتعرفون تستوحوا منهم الا ما عاملين عندهم خبره ودرسينا. من هيك لازم الواحد يلتحق بالجامعه يا اما باي علم الواحد بده يعرفه. بالاضافه لهالشيء بيكون عندكم 3 سنين بتكون تعطون لتحصلوا على الشهاده التامه. فاذا ناطرين منكم الايميل عندكم بعد اليوم وبكره لكل الاشخاص. وحلو كمان انت حتى في سؤال انه يعني ليش بحسوا حالهم هن لازم يكونوا موجودين. يكونوا موجودين كمان. غير هالشيء كمان اذا بيعرفوا حدا عنده الموهبه وبحب يدرس تصميم الازياء وما عنده الميزانيه، كمان فيكم تقولوا له، يا اما فيكم تعملوا له مثل كادو تبعتوا له اسمه مع المعلومات عنه. وهيدي شغله كمان كثير حلوه، وهذا الشخص رح ينبسط كثير اكيد، ويكون عمره بين 16 وال 24 سنه. فاذا هيدي بالنسبه للمسابقه يعني هلا العد العكسي. اما من الاخبار امبارح، اول امبارح شفنا الجولدن جلوب، شفنا كل المشاهير لابسين احلى فساتين واللوك تبعهم كان كثير حلو. وهالشيء كان مثلا بالماضي اذا بنرجع تقريبا 10 سنين لورا كنا ما نشوف الا الاسماء العالميه بين الفرنسيين الايطاليين، ما كنا نشوف اسماء لبنانيه. لكن هلا صرنا كذا سنة. صرنا كذا سنه من كل الريد كاربت، اهم ريد كاربت، عم نشوف اسماء لبنانيه عم تلبس اهم المشاهير. وهذا الشيء بالاخر فينا نقول انه العالم صار كثير صغير والمنافسه صارت كبيره كثير كبيره. ويعني مين ما كنتوا الا لتلبسوا احدى المشاهير بتحبوها، وشوي شوي لتوصلوا للايكون يا اما الميوزة تبعيتكم. بالاضافه من هالجولدن جلوب والمصممين اللبنانيين اللي لبسوا ثياب حلوه، في كمان المصمم ربيع كيروز هلا بالكليب لبيونسي الجديد اللي هلا اسمه ماين، هلا بدنا نشوفه قريبا. بيونسي اختارت اسواره من عند ميزون ربيع كيروز، هلا بنشوفها على الشاشه من الذهب الاصفر، ورح نشوفها بقلب الكليب. هاي لبستها بيونسي، واكيد بيونسي بتنعد من احدى اهم الايكونز بعالم الموضه، بتلبس لانه كثير حلو. فاذا هيدي بالنسبه للمصمم ربيع كيروز. اما هلا شوفي عنا الي صعب. الي صعب هو من اهل المصممين كان الاول لينتقلوا يكون عندهم شهره عالميه، وكان من اوائل المصممين اللبنانيين اللي لبسوا المشاهير. صح. اليوم رح نشوف سوا مجموعه البريتا بورتي. هلا صرنا على الاخر البريتا بورتي، واكيد ان شاء الله بالايام الجايه رح نشوف سوا الكروز كولكشن اللي اصبحت موجوده بكل البوتيكات تبعونه، بالاضافه للمركز الاساسي ببيروت. واكيد مثل العاده المجموعه لأقصى درجة الأنوثة التامة، مع أكيد التنوع الألوان والقماشات اللي كتير حلوة. بننتقل ونشوف بعض اللقطات عن هالديفيلي لخريف شتاء 2013-2014.
feathers of shine through tides of oceans. We are shining in the rising sun. As we are floating in the blue, I am softly watching you. But boy, your eyes betray what burns inside you. إذن مثل ما شفنا بالبداية مجموعة مثل العادة كلياتها مشبعة بالأنوثة لأقصى درجة، وبأول بارت الأزياء العملية لكل الأوقات، يعني أكيد للمناسبات الرسمية حتى من نهار العشية. أما هلا بلش، وكمان السرير الثياب السود، هلا بعدنا بالأسود، بس كمان شفنا بعض الألوان. كانت الباليت تبع هالموسم كانت غنية، بس كلياتهم الألوان موحدة، مثلا مثل توتال لوك بلاك، توتال لوك انيس، من فوق لتحت. وهيدا الشيء اللي كثير دارج هالسنه، لما بقول مثلا توتال لوك لون مثلا مثل الاحمر هالسنه شفني كثير، هون مثلا توتال لوك الابيض اللي كثير اللي كنا نشوفه بالتسعينات شفناه للابيض كثير على السنه راجع بقوه، بس لكن هالسنه شفناه كثير، خاصه الابيض بالصيفيه ما عندنا مشكل نشوفه، بس لكن بالشتويه بتحس انه هي ببرد وهيك، لما بتلبسيه بالصيفيه ليبوردك، بس كثير حلو. ومن القطعه يلي هالسنه هي ستار وشفناها كثير بمجموعه الي صعب لهالموسم، هي الكاب يلي برجعنا كثير لحضارات كثير قديمه لكثير سنتشريز، وهالسنه اصلا في كثير كان رجوع وحنين لفترات كثير قديمه، لكن اكيد مع تجديدها واعطاء اللوك اللي بتناسب مع هذا العصر. الكاب لبس بعدة طرق، وهالسنة كان الستار لخريف شتي 2013-2014، والطويل منهم عن جد كيف بنشوف بلوكات الوان، يعني هالسنه اصلا كثير دارج هالشيء. واصلا هلا للاشخاص يلي بحب يعرف اكثر عن مجموعه البري كولكشن يلي هلا اصبحت موجوده بكل بوتيكات الي صعب للبريتا بوختي بكل انحاء العالم، اصبحت موجوده على الويب سايت الي صعب، كمان في كمان على اليوتيوب الي صعب، فيهم يشوفوا هيك ياخذوا فكره اكثر كيف القطعه ملبوسه، كمان الفايرلز اللي عم عاملون كثير حلوين بخلونا نتحمس اكثر لنعمل شوبينج ونلبس اشياء جديده. فاذا هذا كان بالنسبه لمجموعه هالموسم، ويلا صرنا تقريبا للعد العكسي عم بينتقل كرمال نودع خريف شتي 2013-2014. ما علينا الا هلا نتمتع لاقصى درجه بالحسومات اللي موجوده بكل البوتيكات ببيروت وحتى بكل انحاء العالم يلي ابتدت من 40% ل 50%. في اكيد في ماركات ما بتعمل حسومات ابدا من الماركات المشهوره، لكن في ماركات على الاشياء اللي كثير ترندي وكثير فانكي على طول بيعملوا عليها حسومات. بس فينا نتمتع لانه الشتويه حسب ما عم بيقولوا قوية، بس بعدها ما شفنا شيء فنصوا علينا بعاصفة، يعني اجت عاصفة ونص، كان ربع عاصفة. أنا أقول لك يعني بالعادة بيجينا عواصف أكثر، بس بعدنا هيك عم نصلي إن شاء الله تجي هالعاصفة حتى نقدر نتمتع أكثر بتيابنا الشتوية وحتى نتمتع كمان بالحسومات. بس فينا نتمتع حتى إذا ما لبستنا هلا، فينا نتركهم للموسم الجاي. على كل حال هلا الأسبوع الموضة للكوتور عم بيتحضروا المصممين، قريبا كثير رح يتقدموا لربيع صيف 2014 للاشخاص يلي عم بحضروا لمناسبات كبيره، خاصه لانه للكوتور فيكم تنطروا، لانه بعد تقريبا ماكسيموم اسبوعين بيظهروا المجموعات بين باريس وروما. وللاشخاص يلي ما بدهم كوتور فيهم ينطروا كمان ويشوفوا المجموعات البريتا بورتي اللي هلا قريبا كثير حتنزل بالاسواق. وللاشخاص اللي عم بحضروا لعرس كمان، قبل ما اقول باي، في الاتوليي بلون، اتوليي بلون متخصص لفساتين الاعراس، هلا نهار الخميس عم بيحتفل بعيد الخمس سنين، واتوليي بلون عنده ماركات
فساتين ماركات عالميه وفساتين كلياتها جاهزه للاعراس. فالاشخاص يلي مش عارفين وين بدهم يجيبوا كمان فيهم يوصلوا لاتوليي بلون يلي عم بيحتفل بعيد الخمس سنين نهار الخميس ابتداء من الساعه 6 لانه بدهم يعملوا مثل كاتوك. وين هو موجود؟ بجميزه. وعاملين مثل هيك ايفنت كثير مهضوم وين رح فايف ستايلست خمسه من الستايلست كل واحد بيشوف العروس على طريقته وانا من بيناتهم. هلا ماما فيكم تجوا تشوفوا اكيد. هيدا كان كل شيء لليوم. انا ان شاء الله بشوف مشاهدينا بالايام الجايه مع اكيد اخبار جديده وعروض جديده لربيع صيف 2014. بدنا ننطر شوي بعد بالشتويه. بعدنا بدنا ننطر شوي بعد اكثر. شكرا كثير هادية لك. بنذكر كمان كل المشاهدين انه فيهم بعد يصوتوا بعد كم يوم بس عليك. شوي على الكيس اوف ذا يير اللي هي البرسوناليتي اوف ذا يير اللي مرقناها بعد معكم لبكره بس لحتى تقدروا تختاروا الشخصيه اللي اعتبرتوها اكثر تاثيرا عليكم او اكثر الهاما حتى تقدروا اكيد تصوتوا لهم يربحوا من خلالها تذكرتين سفر الى اسطنبول مقدمين من نخال. كنتوا شفتوا بعدد من الفقرات معنا كيسز كل واحده منهم فعلا بتستاهل انه واحد يسلط الضوء عليها ويعطيها فرصتها وتكون هي الفائزه. رح تابع معكم كمان ليلى عم بتقول انه انا بحضركم من زمان من 20 سنه وبشوف انه الوقفه حسب المشوار بس قمه الجمال هي البساطه. واميره هون بتقول انه احنا صراحه نوقف شوي على المرايه بس للاسف في هم كبير حملنا اياه هالبلد يعني صرنا اوقات بنودع حالنا على المرايه قبل ما نظهر قبل لانه بنكون خايفين انه ما نرجع. للاسف هي متشائمه. ان شاء الله يا رب يا اميره بطلي متشائمه وان شاء الله تصير تشوف الامور بايجابيه اكثر. رح نتابع محطاتنا بعالم صباح اكيد وبعد لحظات رح نكون مع ايمن باول محطه له برشه ملح وكمان خفيف نضيف مع كارلا. خليكم معنا.